بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. ازيكم يا شباب؟ النهاردة هنتكلم عن موديول جديد الـ ARC2. ده عبارة عن ريفيستس سايفر فيرجن 2. يعني لما أقول لك يعني إيه ARC2 هتقول له ده عبارة عن، أو الاختصار بتاعه اسمه ريفيستس سايفر فيرجن 2، ده عبارة عن سيمتريك بلوك سايفر. خلاص، ومديك هنا بقى نظرة تاريخية عنه والشغل بتاعه، لكن انا يهمني اللي اعرفه يعني عشان اقدر اشفر بيه. البلوك سايز بتاعه بيقولك ان هو 8 بايتس. خلاص، الكيز او المفاتيح ممكن تستخدم من 8 لغاية ايه 128 بيتس. ومديك هنا اكزامبل او مثال على استخدام النوع ده. فاكر لما انا قلت لك ان في عندك اكتر من مود؟ زي ما انت شايف هنا بيديك المودز بتاعتك وكل واحد فيهم واختصار بتاعه. يعني قال لك مثلا الاي سي بي بيقول لك ده عباره عن الكترونيك كود بوك. طب انا عاوز اعرف معلومات عنه اكتر، بتفتح اللينك اللي جنبه وتشوف. احنا مش بنخترع يا جماعه، احنا مش بنخترع. السورس بتاعي هو ايه؟ الدوكيومنتيشن اهو، مش بجيب حاجه من عندي. تمام، عشان في بعض الناس بتزعل وبتتحمق قوي يقول لك مصادرك ايه. تمام، دي المصادر بتاعتي يا جماعه، الدوكيومنتيشن بتاع المكتبات. خلاص، زي ما انت شايف كل مود من دول بيديك معلومات عنه، حضرتك اقرا واعرف الفرق ما بين كل واحد والتاني. طب انا مش فاهم، جرب. لما تجرب هتعرف، هيطلع معاك اخطاء وتدور. تمام، المهم تعالوا نشوف الاكزامبل اللي هو مديهولي ده واقول لك بقى ايه اللي احنا هنضيفه. اولا بما ان ده سايفر يبقى انا هعمل له امبورت منين؟ من كريبتو السايفر، والراندوم معروف ان انا هعمل لها امبورت من الكريبتو. خلاص، يبقى انا هقول له هنا from crypto dot cipher هنعمل امبورت لايه؟ ليه يا سيدي؟ والله قال لك الاختصار بتاعه اسمه ARC2. خلاص، فاقول له والله ARC2 ده النوع اللي انا هشتغل عليه. تمام، استنى ما يعمل له امبورت. خلاص، عمل له امبورت. اقول له بقى from crypto dot، طبعا مش محتاج اعمل دوت، هعمل امبورت على طول للايه؟ الراندوم. خلاص، ده عشان ايه؟ عشان اعمل جنريت القيم عشوائيه. هستخدمها بقى فين؟ في الاتي. بيقول لك انت محتاج لكي، محتاج لي اي في، والمود اللي انت هتستخدمه. طيب خلينا ماشيين مع المثال ده. الاول يا سيدي لازم نعرف البلوك سايز اللي هو استخدمه في الكي. بيقول لك يا سيدي في عندك هنا، لو انت كتبت كده بكل بساطه الاي ار سي 2 دوت بلوك اندرسكور سايز هيديك 8. اذا الكي بتاعك هتشتغل على 8. يبقى انا اقول له الكي بتاعي بيساوي، وابدا ان انا استخدم ايه؟ الراندوم. فاقول له والله راندوم. طبعا ممكن اشغل الكي بتاعي 16 عادي، بس هو اساسي الاي في او الانيشاليزيشن فيكتور لازم يكون كام؟ 8. فانا اقول له راندوم دوت كام؟ دوت نيو. انا عاوز نيو راندوم دوت ريد، واديله الايه؟ البلوك سايز بتاعي. طب افرض خليته 16، تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. هو مش هيفرق معايا، انا اهم حاجه عندي الايه؟ الاي في. الاي في نفس الكلام ده، بس هقول له هناخد البلوك سايز اللي هو ده. ممكن تحط ده البلوك سايز بتاعك صريح كده، تقول له والله ده البلوك سايز بتاعي بالشكل ده كده، او تشيله وتحط 8، هي هياها مش هتفرق. خلاص، لان القيمه اللي هترجع لك 8، هو حط هنا ايه؟ البلوك سايز. طيب انا هسيبها 8، مش هتفرق معايا خالص. طيب بعد كده قال لك ايه؟ استخدم بقى الفانكشن بتاعتك اللي هي الاي ار سي 2 دوت نيو، تديله الكي، تديله المود بتاعك، وبتديله الاي في، وبعد كده بتعمل ايه؟ انكريبشن. لاحظ ان المود اللي هو سي اف بي، لو جيت تشوفه تحت هنا كده، المود ده بيقول لك اسمه سايفر فيدباك
او في سايفر فيدباك. خلاص ده الاختصار بتاعه يعني. لو جيت تشوف معلومات عنه هيديك يا سيدي معلومات عنه، بيقول لك ان الاي في بتاعك لازم يكون ريكوايرد اللي هو الانيشاليزيشن فيكتور، لازم يكون موجود معاك، ويختلف عن السي بي سي، هو شبهه بس بيختلف في ايه، في اختلاف بسيط ان عندك البلوك سايفر بتاعك انتو ستريم سايفر وبلين تكست والسايفر تكست ار بروسيس تو سيجمنت، وقعد بقى ايه يشرح لك. طبعا انت يستحسن انك تقرا الكلام ده. خلاص انا اقول لك المود ده وظيفته ايه، او المود ده دلوقتي مش هيعاصلك معايا في حاجه دلوقتي وانا شغال عليه ازاي. بص يا سيدي، لو انا قلت له هنا كده هشتغل على ار سي، قلت له سي هعمل انكريبشن بقى اي ار سي 2 دوت، وهقول له يا سيدي هبدا اقول له نيو، صح، هديله ايه الكي، بعد كده المود، فاقول له اي ار سي 2 دوت مود اندر سكور. المود اللي هو انا مستخدمه اسمه ايه؟ قال لك يا سيدي والله سي اف بي. خلاص، واحنا عارفين ان هو سايفر فيدباك. خلاص، يبقى انا اقول له السايفر فيدباك بتاعي اللي هو سي اف بي بالظبط كده، سي اف بي. خلاص ده المود بتاعي. بعد كده قال لك ايه الاي في، خلاص حطيته تمام مفيش مشاكل، انتر. شوف بقى، انا قلت سي دوت انكربت، فاكرين لما كنا بنعمل بيدين كاركتر وبنشتغل هنا، هيقول لك مش محتاجين الكلام. طبعا انا بقول هنا بي، خد بالك لانه ما بياخدش كلير تكست، ممكن تقول له والله بالشكل كده هالو وورلد بالشكل ده دوت انكود، تعمل له انكود يستحسن، لابد تعمل له انكود. خلاص، هقول له ممكن تقول له بالاسكي، خليه اسكي بالشكل ده كده، انتر. زي ما انت شايف ما قاليش حاجه خالص. المود ده مش هيفرق معاك اذا كنت انت شغال على البيدنج كاركتر او اي رساله بتديها له او مسج بتديها له، يعمل لك انكريبشن عادي. على عكس السي بي سي مود، تعالوا كده، لو انا قلت له هنا شيل السي اف بي وخليه السي بي سي، خلاص. تعالوا بقى نشوف السي بي سي مود. اه يا سيدي، ده سايفر بلوك ايه تشين. خلاص، لو جيت تفتحه هيبدا يديك معلومات عنه، بيقول لك ان في عندك بلوكس ديبندنس. خلاص، بيعتمد على البلوك سايز بتاعك اصلا، ولازم يكون الاي في بتاعك او الانشاليزيشن فيكتور موجود ريكوايرد يعني. طيب تعالوا نشوف هيأثر معايا ازاي الكلام ده. انا دلوقتي قلت له ايه، خلاص حولت السي بي سي، جميل، انتر. تعال بقى نعيد العمليه دي تاني، هيديك خطا. بص، قال لك لازم يبقى فيه بيدد لكام، 8 بايت. شفت، لازم يبقى بيدد ل 8 ايه بايت. يبقى انا دلوقتي لازم الداتا اللي هديها له لازم تبقى ايه، بيدد ل 8 بايت. طب واحد يقول لي هنعمل الكلام ده ازاي، هقول لك ارجع لدرس اللي فات لما كنا بنستخدم الاي اي اس Advanced Encryption Standard. بكل بساطة هقول لك كنا بنعمل الآتي. كنا بقول له مثلا البي بتساوي لمبدا، بقول له والله اس كارجيومنت، الاس بتاعك زائد البلوك سايز بتاعنا اللي هو كام؟ 8، صح؟ هنطرح منه كام؟ اللينس بتاع مين؟ السترنج اللي هتداول. مود كام؟ الـ8 برضه اللي هو البلوك سايز. في أي بيدنج كاركتر أنت عاوزه. هنخلي النجمة أو الستار زي الدرس اللي فات بالشكل ده كده. باخد الكلام ده أهو، وأقول له خلاص أنا عملت البيدنج كاركتر اللي أنت محتاجه. باجي هنا في الجزء ده كده وأقول له البي هتاخد مني السترنج بتاعي أو البلين تكست بتاعي، هقول له والله إيه؟ هالو وورلد. زي ما أنت شايف عمل إيه؟ عمل انكريبشن أهو. مقليش حاجة. خلاص؟ موضوع سهل جدا وبسيط. وزي ما انت شايف هو ضاف هنا الاي في في المسج اللي طلعت مع مين؟ مع الانكريبتد سايفر. خلاص؟ عشان لما حضرتك تيجي تفك، خد بالك انت، يكون معاك الاي في، لان انت بتحتاج الاي في اساسي. ويبقى فاضل بس الكي، الكي هو المحور بتاعك، على اساسه تقدر تفك، مش معاك مش تقدر تفك. تمام؟ طيب، تعالوا نبدأ بقى نعمل functions، اقول له file save as
هخليه عندي على الديسكتوب. في عندي هنا فولدر اسمه باي، واقول له هنا دور على الفولدر ده، تمام، لان هنا عامل فيه سيف للدروس. هقول له والله بكل بساطة ايه ار اس، ده اسم ال اي ار سي، اي ار سي اسم الموديول بتاعنا 2، خلاص اي ار سي 2، جميل جدا. دوت باي، جميل جدا. زي ما انت شايف انا شغال منين؟ من الدوكيومنتيشن، مش جايب حاجه من عندي، خلاص كله من الدوكيومنتيشن. تفهم وتقرا وتبحث، الدنيا يعني مش صعبه، تمام. تعالوا نبدا نشتغل. انا يا سيدي ممكن اخد المثال ده كله اعدل عليه، بس انا عاوز اكتب صراحه، انا غاوي تعب يعني. تعال نعمل هنا اول، نعمل امبورت اللي احنا عاوزينه، اقول له فروم كريبتو دوت سايفر، هنعمل امبورت للاي ار سي 2 خلاص، وبعد كده فروم كريبتو مش سايفر، كريبتو امبورت للاي راندوم. ونبدأ نشتغل. هتشتغل على ايه؟ هقول له والله ممكن اعمل كمان امبورت البيز 64 عشان اعمل انكود، صح؟ نقول له اعمل لي امبورت للبيز 64 ديفينيشن او ميثود. هقول له هنا انكريبت، انا محتاج ايه؟ محتاج بس الايه، المسج اللي انا المفروض ايه هيحصل لها عمليه انكريبشن. واحده واحده بقى هنعمل ايه. والله انا حسب المود اللي انا هستخدمه، لو انا هستخدم السي بي سي مود يبقى انا محتاج ايه لبيدنج كاركتر. خلينا نستخدم السي بي سي، تمام. يبقى احنا المود اللي احنا هنستخدمه هو السايفر بلوك شيننج اللي هو ده. هقول له والله البيدنج كاركتر هيساوي كام؟ خليه نجمه. تعالوا كمان نقول البلوك سايز، فولونا البلوك اندرسكور سايز هيساوي كام يا سيدي؟ هقول له والله خليه كام؟ خلينا نستخدم الاي ار سي 2 صح؟ اللي هو 8. فولو اي ار سي 2 واقول له دوت بلوك سايز، كده كده هيديني 8 خلاص. هنشتغل على الكي، نشتغل على الاي في. هقول له الكي بتاعي بيساوي ايه يا سيدي؟ هنستخدم الراندوم اهو. اقول له راندوم، بعد كده بكل بساطة دوت نيو دوت ريد، هديله كام؟ انا هديله 16، هو مش هيفرق معاك. اللي يفرق معايا الاي في دلوقتي، فاقول له الاي في بيساوي نفس الكلام بس هديله كام؟ 8 بالشكل ده كده، جميل جدا. بعد كده نبدا ناخد بقى ايه الى ال اي ار سي، فاقول له سي بيساوي اي ار سي دوت نيو، ياخد منك اول حاجه الكي، بعد كده ياخد منك المود، فاقول له اي ار سي 2 دوت مود اندرسكور السي بي سي خلاص. بعد كده اقول له الايه الاي في، جميل. طيب وبعدين هقول له سي دوت انكريبت، هعمل بقى انكريبشن خلاص. يبقى المستحسن ان انا اقول له ايه، هقول له الداتا بتاعتي اللي هي انكريبتد مسج
بتساوي، وابدا اقول له سي دوت انكريبت، بس دي بتكون سمول. هستخدم عندي مين؟ البي. لاحظ ان احنا نسينا نعمل الفانكشن بتاعتنا، فاقول له البي بتساوي لمبادا الاس، الاس بتاعي اللي هو السترينج زائد الايه البلوك سايز بتاعي. يستحسن نخليها تحت البلوك سايز افضل عشان يكون الايه الفاريبل بتاعي معرف. الايه البلوك سايز ناقص اللينس بتاع مين؟ الاس مود البلوك سايز برضو، ومضروب في الايه في البيدنج كاركتر بتاعك. جميل. يبقى البي محتاج مني السترينج او الداتا اللي انا هديها له هتكون ايه؟ المسج. خلاص يبقى انا اديته المسج. المسج دي بتاعتي هتكون ايه؟ انكود بي الاسكي. ممكن تختار يو تي اف 8 مش يديك مشاكل برضو. خلاص بعد كده اقول له ريتيرن، انت هترجع لي في الاخر ايه؟ هستخدم البيز 64 خلاص 64 دوت بيز 64 انكود. هقول له الاي في بتاعك زائد، زائد ايه؟ زائد الانكريبتد مسج. ده اللي انت هترجعه لي. واحد يقول لي طب ما تيجي نقول ان بدل ما اقول ده الانكريبتد مسج بالشكل ده كده، هقول والله دي الداتا اللي رجعت لي خلاص هيكون فيها عنصرين اتنين زي الدرس اللي فات عشان اريح دماغي، يرجع لي الكي ويرجع لي كمان ايه معاه الانكريبتد مسج معاه الايه الاي في. اقول له هنعمل لي ريتيرن للداتا. تعالوا نجرب الانكريبتد او الانكريبت فانكشن ونشوف. اقول له هنا انكريبت وابدا اقول له هنا ماي نيم از عبد الله زي الدرس اللي فات نفس الرساله. وبعد كده هقول له بتساوي سي، وطبعا لازم اطبع لان الكلام ده ريتيرن، فخلينا نطبع سي هاخد منها اول عنصر اللي هو الكي خلاص. وبعد كده هاخد العنصر الثاني اللي هو الانكريبتد مسج معاها ايه الاي في انيشاليزيشن فيكتور. نشوف الكلام ده سي دي ديسك توب سي دي للبايثون دار موجود عندي ال اي ار سي 2 دوت باي ماشي. هقول له هنا داش 3.6 اي ار سي 2 دوت باي هاز نو اتريبيوت بلوك. في عندنا غلط، غلطه بسيطه خالص، انا حطيت هنا الاو قبل ال. اشتغل تاني نفس الكلام. انا كمني مكرر الكلام ده بلوك سايز، يبقى المفروض احسن. ايوه مش كده، كده غلطه بسيطه اتعادت معايا اكتر من مره انا ما خدتش بالي منها خالص. المهم فين برضو هنا بلوك سايز، بلوك سايز البيدنج بتاعك دوت بلوك سايز برضو تمام مفيش اي مشاكل. فين بقى بالظبط في لاين كام عشان نكون عارفين؟ قال لك الايرور بتاعك ان البلوك سايز مش ايه مش معرف is not defined. يبقى عندي فين في الفاريبل صح؟ ايوه كده. دي غلطه بسيطه جدا، شوف اتعادت معايا عشان بس بدلت الاو قبل ال، خدتش بالي. زي ما انت شايف اداني اول حاجه الكي، بعد كده الايه الانكريبتد مسج مع الاي في.
خلاص. جميل جدا، يبقى كده نجحت، قدرت اعمل انكريبتد ايه او انكريبشن ميثود. طيب ديكريبشن بقى يحصل ازاي؟ والله ما في اسهل من كده، اخد نفس الكلام ده كده اهو، تمام. انا مش محتاج الايه للبيدنج ولا محتاج للبلوك سايز خلاص، ولا محتاج للفانكشن دي. الكي بتاعي انا هعرف ازاي اجيبه لان الانكريبشن ميثود بترجعه لي. طيب الاي في هجيبه برضو ازاي يا عم؟ هقول لك دلوقتي هتجيبه ازاي، زي الدرس اللي فات، انا مش هنخترع يعني. ده هيخليه دي بالشكل ده كده ماشي. تعالى بس واحده واحده قبل ما نعدل في الثلاث سطور دول نشتغل فوق. اول حاجه خالص المفروض ان هنا هيديني ايه؟ هيديني الكي مفتاح، وبعد الكي هيديني الانكريبتد ايه مسج. فقول هنا الانكريبتد مسج اللي انا هفكها، ودي بدل ما تكون انكريبت هتكون ايه دي ايه كريبت، خلي ده ايه كابيتال. اول حاجه خالص الانكريبتد مسج اللي المفروض هتجيلي معاها الايه الاي في. وطبعا احنا عارفين ان اول 8 اول 8 بايت هما مين؟ بتوع الاي في، والباقي يا عم الحاج دول بتوع مين؟ دول بتوع الانكريبتد مسج. يبقى انا اقول له هنا ان الاي في بتاعك بيساوي، هناخد الانكريبتد مسج اللي انا اخدتها دي دوت، هشتغل عليها انا هعمل لها سلايسنج بقى، هنعمل لها سلايسنج. هاخد منها ايه؟ هقول له والله هنبدا من الصفر لغايه 8 تمام. والانكريبتد مسج بقى هتساوي هي هيها، بس المره دي مش هناخدها كلها، هناخد فين؟ هناخد من 8 وانت طالع تمام. جميل جدا، هنا خلاص قلنا له كي اهو، وهنا الاي في خلاص اتعرف اهو. نيجي هنا بقى زي ما انت شايف هنا بيعمل ايه انكريبشن، لا انا عاوز عكس، فاقول له هنا ايه دي كريبت. هقول له فين بقى يا عم الحاج؟ هقول له الانكريبتد مسج اللي انا معرفها فوق هنا دي. وهنا الانكريبتد مسج بيساوي، هقول له هنا البلين تكست. شفت؟ اعتقد انت بقى فاهم انا بعمل ايه دلوقتي. طلعت عندي الاي في، طلعت عندي الانكريبتد مسج اللي انا المفروض افكها خلاص، والكي موجود عندي انا همرره له اصلا تمام. الداتا بتاعتي بقى اللي هترجع، خلينا نعمل ريتيرن الايه البلين تكست الاول تمام. هقول له والله اعمل لي ريتيرن البلين تكست خلاص. هقول له هنا دي كوربت، بس قبل ما اعمل دي كوربت هستخدم الانكريبتد خلاص، هعمل استخدام للميثود دي اللي هي الانكريبت. فاقول له والله سي بيساوي انكريبت، هقول له هنا هالو وورلد بالشكل ده كده. جميل جدا، بعد كده استخدم بقى الايه الديكريبت. هتاخد مني ايه؟ هتاخد مني الكي اللي هو اول عنصر موجود عندك هنا، بعد كده هتاخد مني ايه العنصر التاني اللي هو انكريبتد مسج. هي بتعمل ريتيرن طبعا، يبقى انا اقول له دي، اقول له هنا برنت لمين؟ للدي خلاص. نشوف في عندك هنا decrypt فين بالظبط يا سيدي؟ قال لك البلين تكست سي دوت تمام. شفت انا حطيت هنا الدي كابيتال صح، مفيش هنا بالاسم ده. شوف تاني list object has no attribute decrypt، ودي عند list object انا قلت هنا السي
اه يا سيدي، قلت السي المفروض الدي لان غيرت خلاص الفاريبل. صح، جميل. يبقى سي لس اشتغل تاني. جميل. طيب ايه اللي رجعه لي هنا بقى؟ ما رجعليش برضو اللي انا عاوزه. المفروض يرجع لي هالو وورلد اللي انا حاططها هنا، البلين تكست بتاعي. صح، رائع. مع ان انا محدد هنا عندي الاي في اللي هو كام، 8، وقلت له هات لي من الصفر لغايه الـ8 انكريبت المسج بتاعتك. بس يا سيدي في عندنا غلطه احنا نسيناها، مش احنا عاملينه بالبيز 64؟ جميل. يبقى المفروض اقول له هنا بيز 64 دوت بيز 64 دي كود. يبقى دي الغلطه اللي موجوده عندنا. صح، نفس الكلام برضه اقول له هنا بيز 64 دوت بيز 64 دي كود. جميل جدا. يبقى انا كده غلطتي صلحت. جميل جدا. نشوف بقى الكلام ده. طبعا زي ما انتم شايفين انا تلقائي، انا مش بعمل الكود قبل الدرس وبحفظه وبعدين اشرحه، لا انا تلقائي معاكم بكتب الكود، والاخطاء اللي بتطلع معايا بتظهر قدامكم بحيث انت لما تيجي تشتغل ما يحصلش معاك اخطاء اصلا، لان الاخطاء المحتمله ظهرت معايا في الدرس ذات نفسي. تمام، فنيجي نشوف دلوقتي الناتج. زي ما انت شايف قال لي هالو وورلد. المفروض بقى انا اعمل ايه؟ استرب للكلام ده. هم قايل له والله البلين تكست بتاعك خلاص بيساوي هو البلين تكست بتاعك، بس اعمله ديكود، اختار الاسكي. تمام، ممكن على طول تقول له دوت ار ستريب شيل مين؟ النجمه. نشتغل بقى ونشوف. قال لك نان، يبقى في عندنا مشكله، لان قلت له ريتيرن لمين؟ للبلين تكست، مسحتها وايه وما كتبتهاش. نقول بقى تاني اشتغل هالو وورلد صريحه زي ما انت شايف. اقدر بقى اكتب اللي انا عاوزه، اكتب هنا مثلا ماي نيم از عبدالله، اقول له مثلا قوسين كده اسم الدرس بتاعنا ARC2 سايفر، السايفر بتاعنا اللي احنا شغالين عليه دلوقتي. المفروض ان هو يخليه يطبع لي السي اللي هو اول حاجه عندي خالص اللي هو الانكريبت مسج، يطبعها لي. تمام، وبعد كده يطبع لي الرساله ايه، كلير او بلين تكست. تعال كده نشوف سي ال اس. تمام، انا هعمل هنا كنترول اس عشان اعمل سيف، لان المفروض هو يطبع لي اللي انا مديهوله. شغل تاني السكريبت. جميل، هنا فوق مشفره وتحت ايه، فك التشفير زي ما انت شايف. ممكن كمان اجود واقول له ايه، المفتاح، اطبع لي المفتاح، او برنت الكي بتاعك اللي هو ايه، العنصر رقم 0. شغل السكريبت زي ما انت شايف، طبعا الكي الرساله مشفره انكريبتد، وبعد كده عمل ديكريبت طلع لي البلين تكست زي ما انت شايف. كلام سهل وبسيط. في حد سالني وقال لي انا ممكن اشفر ملف كامل ازاي؟ هقول لك والله الموضوع ده مفيش اسهل منه، بس ما انصحكش انك تستخدم السي بي سي مود. خلاص، يبقى انت تستخدم مود ما يديكش مشكله وانت بتيجي تشفر الملف. انت هتقرا الملف باينري، خلاص حضرتك هتقرا الملف باينري، فعشان تعمل بيدنج للداتا اللي هتاخدها هتبقى في مشكله، فتاخد مود زي ده سي اف بي. مش هقول لك لا على الداتا اللي انت هتديها له، خلاص. يبقى ارشح لك مود زي ده انك تستخدمه. شوف عشان استخدم السي بي سي مود، انا بدات اعمل بيدنج كاركتر واعمل عندي فانكشن عشان اعمل بيدنج وابدا اشتغل، لكن لو انا كنت استخدمت المود ده ما كنتش هحتاج اعمل الكلام ده زي ما انا طبقت في اول الدرس. تمام،
زي ما انتوا شايفين يا جماعة، انا الجزء بتاعي اللي انا شغال عليه حاليا او اي جزء بشتغل عليه مستقبلا بيكون له ملف زي ده كده، الكود اللي انا استخدمته في الشرح او كتبته قدامك. خلاص، زي ما قلت لكم انا تلقائي، يعني مش بجيب الكود واحفظه، لا عندي الدوكيومنتيشن اهو، انا ما بحفظش حاجه الحمد لله، الدوكيومنتيشن موجود اهو وعندي البيانات بتاعته اهو، اشتغلت منه وبعد كده ايه اشتغلت انا من نفسي. زي ما انتم شايفين طلع قدامي اكتر من خطا، سواء خطا انا غلطت فيه حاجات بسيطه خالص زي البلوك سايز، او خطا ظهر معانا اثناء الشرح وفي الاخر وصلنا لايه للنتيجه. تمام، يبقى انت كده مالكش حجه، المفروض انت ما تغلطش. انا غلطت قدامك، كل الغلطات المحتمله اللي ممكن تظهر معايا المفروض ما تظهرش معاك، وارفع لك ايه الملفات بتاعت الشرح حتى كل، بص بص عشان تبقى عارف الناس اللي بتسال على الملفات، كل درس هتلاقي تحت لينك في الدرس في ديسكريبشن موجود فيه الملف بتاعي اللي انا كتبت فيه الكود. خلاص، اتمنى الدرس يكون عجبكم، متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب.